ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هاخدكم جولة في محل اسمه دولار تري. المحل ده بيبيع كل حاجة بدولار، في حاجات حلوة اوي. في حاجات مطبخ، بس طبعا بتاع دولار دي بتبقى مش عملية اوي، انا مش بفضلها. لكن بيبقوا في حاجات عملية، يعني ممكن السلات دي حلوة تنفع في تنظيم او ترتيب المطبخ، شال فيها حاجة شكلها حلو قوي. خد منها واحدة. دي ممكن تتحط اطباق هنا، و اهي منظم برضو حلو قوي. دي برضو بدولار، ممكن الاطباق تحت وكوبايات فوق، دي بتوفر مساحة. بحب انا الحاجات دي. لو شفتوا في الفيديو بتاع المطبخ، عندي واحدة اللي هي حاطة فيها المقاد، هي مختلفة شوية عندي، بس دي عجباني الصراحة. عايزة اخد واحدة. هاخد واحدة. بحب الشفوات، الحاجات دي بحبها. هنا يا جماعة دي استيكرات المطبخ. انا حابة اغير الاستيكر بتاع المطبخ بتاعي. انا مش عندي رخامة، عندي كاونتر خشب بس، لسه ربنا مكرمنيش. يعني الرخامة عندنا بتكلف 5000 دولار، فعشان كده متأخر عليها شوية. بس مش عجباني الاستيكرات دي، ممكن اطلب واحدة من على النت. اشكالها يعني مش حلوة. في حاجات هنا برضو يا جماعة دي حلوة، المنظمات برضو حلوة. حابة اجيب حاجات زي كده للدولاب بتاع الخزين بتاعي وارتبه معاكم. ان شاء الله في يوم هعمل فيديو وارتب دولاب الخزين بتاعي. انتوا ما شفتوهوش، شفتوا بس المطبخ. اربعة، ناخد ستة. دي الواحدة بدولار، الستة بستة دولار. دي كمان شكلها حلو برضو، ممكن اخد واحدة من دي. اهو دي منظمات حلوة قوي برضو. كمان انا محتاجة علب من دي للمطبخ بتاعي. كنت محتاجة واحدة عشان ايه، عايزة اخلي الفسيخ واحطهم في حاجة زي كده. اهو دي برضو بدولار. اي حاجة هنا بدولار. ممكن اخد اتنين. دي برضو منظمات شكلها حلو برضو، شايفين عاملة ازاي؟ حاجات حلوة. انا بحب الحاجات دي، يعني انا عيني اخد الحاجات دي كلها يعني. حاجات تاني حلوة خالص، بس انا حبيت التانية لانها كبيرة، وانا عندي دولاب الخزين كبيرة. هنا في حاجات تاني كمان، حاجات مطبخ برضو اهي، شايفين دي كلها حاجات حلوة ومغرية يعني. عيني اخد واحدة من دي احط فيها الصابون، بس مش عارفة اخد دي او اخد من ده. ده شكله حلو بس صغير. ممكن اخد البطاية دي، شكلها حلو. م-م.
أنا كمان في نفس المنظمات، أنا في علب تلاجة. طبعا دي خامتها مش بتبقى حلوة قوي، فأنا ممكن أخد الأحمر ده ولا أخد ال ممكن أخد الأحمر، أخد كده وكده، ثلاثة كده وثلاثة كده، أخدهم كلهم بشكل واحد. ممكن اخد الاحمر مش حتى اللون التاني. دول واخد الاحمر. في كمان زي كده. ده ازاز ده ولا لا؟ مش ازاز. ده كمان في حاجة زي السبت كده صغيرة. هوريكوا حاجة بقى هتعجبكم قوي. لما اعمل معاكم فيديو ليها، هي منظف للبوتاجاز، بس يا رب الاقيه عشان ساعات مش بيبقى موجود. ده مفعوله مفعول سحر يعني، بس شكله يا رب يكون موجود، شكله مش هنا. شكرا. مش هنا. ده حلو برضو. ده عندي منه بينظف الرخامة كلوركس، بيقتل اي ميكروب، بس هو ده مش بينظف، التاني بيشيل كل الدهون، بس شكله مش موجود. انا ساعات كتير مش بلاقيه، بس للاسف محتاجه. ده حلو برضو للحمامات التواليت، بس انا عايزه بتاع المطبخ. ممكن اخد واحده من دي كمان. طلع ده برضو حاجه حلوه للحمام، بيخلي ريحته حلوه. زعلت اني ما لقيتش بتاعه البوتاجاز. يا جماعة حاجات برضو المطبخ، الاسبونشات وكده. انا كنت جاية للمنظم بتاع المطبخ وللأسف ما لقيتوش. شكلي هرجع تاني. محتاجة كمان حاجة من هنا برضو جايلها. يا جماعة دي سر خلطاتي في الأكل. هعمل معاها، هعمل معاكم بط وحاجات حلوة أوي بالعلبة دي. ده يا جماعة أول مرة أشوف سيزون هنا، بس دي علبة صغيرة. أنا بجيب السيزون الحجم الكبير فيه منه في دولار أهو، بس الباكت فيه بس 8 وحدات، لكن الحجم الكبير طبعا فيه عدد كبير. اول مره اشوفه هنا على فكره. ده السيزون ده حلو قوي في الاكل.
بيدي لون حلو، يعني ايه بيخلي لون الاكل بيطلع معاكي حلو، الفراخ او الرومي او اي حاجه بتشويها او البط، فبيطلع لونها حلو قوي احمر وكده، يفتح النفس وبيدي طعم برضه حلو. كده يا جماعة اروح احاسب على الحاجات اللي جبتها واعمل معاكم فيديوهات ان شاء الله، ارتب فيها دولاب المطبخ بالحاجات دي. باي.